السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة زهرة والزراعة البسيطة. في هذا المقطع غنحاول نكتشف أنا وياكم الدور والتأثير ومدى تأثير واحد المحلول على الطفيليات اللي تتكون عندنا في النباتات. هذا المحلول هو ما يسمى بخل، المهم أنا اخترت هنا خل التفاح. هنا عندي نبات فليو كما تلاحظوا معايا بدأت يزهر، لكن حاسه بانه الاوراق ديالو دابله. اكتشفت السبب ديال ذبول الاوراق، هو شوف مزيان هنايا الداخل، شوف كاين النمل، وجود النمل يعني كاين الطفيليات، وتتوجد ما بين الاوراق في وسط الاوراق ما بين السيقان قرب الجذور. هانتم شوف شوف كيم العدد والكثافه ديالها جد مرتفعه. شوف حتى هذا الجزء الاخر، هذه النبته الاخرى، شوف 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 جبت قنينه ديال نصف لتر ديال الماء. هذا الشيء اللي باقي فيها غنديرو نعمرو بالخل، حق المقادير غندير من المقادير ديالي انا للتجربه. غنشوف اذا هانتوما ها نص كاس، اما غادي نخوي مباشره ولا غادي نرش. غنجرب الرشاش غنشوف هانتوما عمل النمل بدا تيجي، ولكن واش بدا تيخرج حيت الماء ولا بدا تيخرج حيت الجهد ديال الخل ما عرفناش. دابا فكرت انني ندير واحد التجربه اخرى في نفس الوقت، هي نوضع الاسيس ديالي في الماء على هذا الشكل، بحيث كاع النمل اللي غيخرج يبقى لداخل او اللي يعني يدخل في وسط هذا الماء، يعني ولا يطيح في الماء. نتمنى انا تنجح التجربه، ما عرفتش. دابا هاد النبته ما غنخليهاش، نحاول نديرها في شي بلاصه مظلمه. ضربتو مزيان، شوف فهمتو تقريبا خبيت فيها نص كتير ديال القرعه. فضلا وليس امرا، تابنوا في القناه بالنسبه للمتتبعين الجدد، ضغطوا على زر الاعجاب وارسلوا لي تعليق، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النمل شتو تخبى، غادي نحاول نردو هنا هاد الاسيس ديالي. هنا بعد النملات هما اللي خرجوا الماء باش كلشي، ونردو هنايا غنحاول نفرغ شويه الماء باش ما نخليش النمل اللي خرج مني يدوز. غنزيد واحد شويه ديال الصابون، صابون السائل هاد الماء، باش انه اللي خرج يبقى هنا. هنا وراه الصابون السائل غادي يدوز ليا لداخل ديال التربه، بان ليا ان هادي هاد الدخل هذا ما صلاتوش كاع المبيد. بلاتي نسيتها. انا غنخوي عليه القرعه كامل، ايوا نخليه في هاد الصابون السائل هنايا واحد المده، عاد نرجع ليه نشوف واش النمل خرج ولا شنو دار. انا رجعت لكم بعد يومين من استعمال مبيد اللي هو عباره على محلول ديال الخل، واستعملت خل التفاح. اجي نكتشفوا انا وياكم النتيجه. راه جلست يومين تقريبا، وشوفوا معايا راه التربه فاسقه يعني رطبه، ما حاولتش نسقيها، ما حاولتش نعاود المبيد. هانتوما شوف باقي النمل هو هو، اذا عاد ان تيبان لي عاد ان هذاك الطفيليات عاد ما زادوا في الجذور. هانتوما طول الجذور بزاف،
تعمقه في الجذور. مع وجود النمل اذا المبيد ديالي بان لي واخا نعاودو شحال من مره ما غيقضي لي حتى شي حاجه. نتمنى هذا المقطع ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.